فخامة الرئيس جو بايدن، أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أشارك في هذا الاجتماع المهم، وأشكر فخامة الرئيس بايدن على دعوته للمشاركة، وأعبر عن تقديري الكبير لجهود فخامته في قضية التغيير المناخي. الحضور الكريم، إن التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل المناخي مرتبطان، وكلاهما ضرورة لضمان جودة حياة أفضل للبشر. لذلك نحن في دولة الإمارات وضعنا العمل المناخي في صميم استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بالتزامن مع الالتزام بمسؤوليتها تجاه البيئة والأجيال القادمة. لقد كانت الإمارات أول دولة خليجية تصدق على اتفاق باريس، وأيضا أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية بحلول عام 2030، كما أعلنت مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واستثمرنا بما يزيد عن 150 مليار دولار في العمل المناخي، ولدينا خطط طموحة لمزيد من الاستثمارات المستقبلية في هذا المجال. الحضور الكريم، إن بلدي دولة الإمارات وخلال رئاستها الدورة 28 من مؤتمر الأطراف كوب 28 ستبذل جميع الجهود المتاحة لتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي والانتقال من وضع الأهداف إلى تحقيقها، والتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح البشر وكوكب الأرض. الحضور الكريم، هناك علاقة وثيقة بين الطاقة والتغيير المناخي، لذلك علينا تسريع الانتقال العالمي المنطقي والواقعي والمتوازن في قطاع الطاقة من خلال زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بما لا يقل عن 3 مرات، ومضاعفة الإنتاج الهيدروجيني. وفي هذا السياق، فإن من الضروري تعزيز التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وتوفير التمويل اللازم لدعم الانتقال في قطاع الطاقة، ومعالجة الخسائر والأضرار، خاصة في دول الجنوب ومجتمعات الأكثر تعرضاً دعايات تغيير المناخ. ومن المهم كذلك أن تنفذ الدول المتقدمة تعهدها بتقديم 100 مليار دولار إلى الدول النامية. كما نحتاج إلى تطوير أداء المؤسسات المالية الدولية لضمان مواكبة هذه المتطلبات، وتأمين التمويل اللازم لتحفيز الاستثمارات. الحضور الكريم، رغم تفاقم خطر التغيير المناخي، فإن العالم لم يفقد فرصته بعد لمواجهة هذا الخطر، بشرط توفير الإرادة الحقيقية لتحرك جماعي دولي عاجل للتعامل معه. وسنعمل على أن يكون مؤتمر كوب 28 نقطة التحول الكبرى في هذا المجال. ختاماً، أوجه دعوة مفتوحة إلى العالم اللي يشاركنا من الآن في الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، وكل ثقة وتفاؤل باستجابتكم لهذه الدعوة. شكرا على حسن الاستماع، ويسعدنا استقبالكم في دولة الإمارات في كوب 28. والسلام عليكم.